وحضرتك تقول لي ازاي اجيب على سؤال البلاغه عامه. وبعد اذن حضرتك، يعني كتير من الطلاب يعني اللي هم بيتفاعلوا معانا على سواء الواتساب او الفيس، احنا كنا قبل حضرتك واحنا قبل ما ندخل انا وحضرتك كنا يعني بنحاول نطلع الاسئله اللي موجوده تمام على الفيس وبنكتبها مع بعض عشان نقول يعني نحاول بنجيب عنها في ثنايا الشرح بتاع الحلقه. لكن في كتير من الطلاب يا دكتور بيطلبوا التعبير، فاحنا يعني عايزين نطمنهم، بيقول التعبير حضرتك احنا شغالين في كل الفروع والتعبير، فاحنا ناقص لنا خلاص المراجعات اللي هي الجزئيه دي جزء بسيط جدا وننتهي وهنراجع تعبير وهنحل امتحانات شامله يعني بما فيها، هقول لك ازاي. طبعا مش هنقعد نكتب تعبير، بس هنقول ازاي نحل التعبير سواء التعبير الوظيفي او الابداعي، لان درجه التعبير 14 درجه كبيره جدا مش هنسيبها باذن الله، يعني التعبير لوحده بمقام القراءه والقصه معا فلن يترك باذن الله. اتفضل يا دكتور. تمام. طيب يعني هي التجربه الشرعيه احنا دايما نقول استاذ صلاح زي ما اتكلمت مع حضرتك قبل كده، يعني فكره احس بها الشاعر فعبر عنها بقصيده، يبقى فكره والاحساس اللي هو الوجدان والتعبير اللي هو الصيغه التعبيريه. تمام. فانا دايما بنقول للطالب كده لما تيجي يعني يعني هو دايما حتى لنا احنا الاثنين اتجاهين، يعني دايما اقول انا ابدا بالفكره والاستاذ صلاح يقول لي ابدا بالعاطفه، كلاهما صحيح. تمام. طيب لما انا يجي لي ابيات وانا لسه ما قراتش الابيات دلوقتي ويقول لي التجربه الشعريه في الابيات، فبقول له الفكر هو موضوع التجربه الشعريه ومضمونها، والوجدان هو العنصر العاطفي في التجربه. نعم. وبامتزاج الفكر بالوجدان يشعر القارئ بصدق التجربه. نعم. فالشاعر الجيد يفكر بقلبه ويشعر بعقله. دي انا بعتبرها دباجه لاي ابيات. تمام. وبعدين اقول وفي الابيات نرى افكار الشعر تتمثل في، وهبدا اشرح الابيات كما نشعر بعاطفته التي تتمثل في، واقول العاطفه وبعدين وقد ارتبطت افكار الشعر بعاطفته فنراهما يطلان من خلال كل بيت بالفاظه ومعانيه. خلصت اجابه سؤال التجربه الشعريه. طيب لو حبينا اتفضل. لو حبيت المدرسه بتاعتي بقى انا بقولها، اتفضل. هو طبعا دكتور رضا يعني قالها تمام التمام، لكن لو في طالب يعني عايز يكتبها بطريقه تانية، انا كطالب ايه السؤال ده بيجي بنسبه 95%، ربط الشاعر بين ربط الشاعر بين الفكر والوجدان، تعانقت افكار الشاعر مع وجداني، التجربه الشعريه الصادقه هي التي يمتزج فيها الفكر بالوجدان، وضح ذلك. طيب السؤال ده معناه ايه؟ انا لو فرحان دلوقتي وجيت اكتب شعر سعيد، الابيات اللي هكتبها هتيجي تدل على السعاده. طب لو حزين، الابيات اللي هكتبها هتيجي تدل على الحزن. طب انا عايز اثبت له ده، هو ده السؤال. بس عايزك تاخد بالك من حاجه، ما حدش يجي يقول لي العاطفه المسيطره على الشعر هي مصر، اصل انا مش يعني انا مش حاسس بمصر جوايا، انا حاسس بحب مصر، بالفخر بمصر. العاطفه حب، فخر، ضيق، الم، حزن، اعتزاز، ضيق، دي كلها العاطفه، ما ينفعش غير كده. طيب هقول له لقد سيطرت على الشعر عاطفه مثلا الحب، وقد جاءت الافكار ملائمه لها، حيث قال، وابتدي اشرح شرح مبسط للابيات. يا استاذ صلاح انا ما بفهمش الابيات اللي قصادي. حبيبي بقول لك شرح مبسط للابيات، ومش معنى انك انت مش فاهم كلمه او كلمتين او ثلاثه او اربعه في الابيات ان انت مش فاهمه، حاول تفهم الابيات فهم عام. هو بيقيس قدرتك على الفهم العام لابيات البلاغه، تشرح فهم اللي انت فهمته للابيات، والابيات بتيجي سهله طبعا يعني باستثناء سنوات قليله جدا زي اساليلا يعرب يا دكتور تمام. اللي 2004. بعد كده الابيات بتيجي سهله وواضحه وبتبان انت بتتكلم عن ايه، فتحاول تشرح شرح مبسط للابيات. وبعد ما تكتب العاطفه وتشرح شرح مبسط للابيات تقول وقد، وبذلك يكون الشاعر قد مزج بين العاطفه والافكار، لان الشاعر الجيد هو من يفكر بقلبه ويشعر بعقله. ده العاطفه والافكار. طب لو العاطفه والالفاظ، اجيب العاطفه واقول وقد جاءت الالفاظ ملائمه له، حيث قال، وطلع بعض الالفاظ اللي بتدل على العاطفه، يعني انا بيقول العاطفه هي حبه لمصر. طيب اقول مثلا ايه، جنه، شبه مصر بالجنه، مثلا روحي، انت، يخاطب مصر، بعض الالفاظ التي تدل على حب الشاعر لمصر. تمام. طيب عندنا حضرتك لو عايز تتكلم في سؤال تاني ولا نشوف؟ لا خلاص نشوف الاسئله بتاعتها بقى. طيب اتفضل يا دكتور. السؤال بيقول يقول حافظ ابراهيم، ومهم جدا ان الطالب طبعا ياخد باله، لو كان في عنوان بيبقى مهم جدا يعني طبعا، اي شباب النيل لا تقعد بكم عن خطير المجد اختار السفر، ان من يعشق اسباب العلا
يطرح الإحجام عنه والحذر، فاطلبوا العلم ولو جشمكم فوق ما يحمل أطواق البشر. نعم. التجربة الشعرية هي نتاج الوجدان والفكر معا. احنا اتكلمنا عنها انا وأستاذ صلاح لما جاي يجاوب السؤال دوت، هنقول الفكر هو ايه والوجدان هو ايه، وبعدين هبدأ اشرح بقى. يعني لو انا حبيت اطبق كده أستاذ صلاح هقول كده، الفكر هو موضوع التجربة الشعرية ومضمونها، والوجدان هو العنصر العاطفي في التجربة، وبامتزاج الفكر بالوجدان يشعر القارئ بصدق التجربة، فالشعر الجيد يفكر بقلبه ويشعر بعقله. دي كلها ديباجة. وفي الأبيات نرى أفكار الشعر تتمثل فيه، أبدأ أشرح الأبيات دي بقى شرح مبسط وليس بالتفصيل. تمام. أن الشعر ينادي على شباب النيل ويقول لهم يعني استعدوا للمجد ولا تهتموا بأخطار السفر، ودعوا الإحجام اللي هو عدم الجرأة وعدم الإقدام يعني. نعم. ودعوا الحذر. نعم. حتى تتبوؤوا المكان الذي يليق بكم أبناء مصر يعني. تمام. كما سيطرت على الشعر عاطفة، وأقول عاطفة بتاعت الشعر هنا إيه طبعا. تمام. يعني بعد كده وقد امتزجت أفكار الشعر بعاطفتي، فنراهم يطلان من خلال كل بيت بألفاظه ومعانيه. طيب يعني أنا لو قلت يا دكتور بطريقتي بقى اللي أنا يعني إحنا دايما بنبقى متفقين في الغاية والهدف ولكن مختلفين في الوسيلة طريقة، فأنا بقول لقد سيطرت على الشاعر عاطفة إعجابه بشباب النيل وشباب مصر، وقد جاءت الأفكار ملائمة لذلك، حيث قال مناديا شباب النيل أنكم لن تتراجعوا أبدا عن أسباب المجد، ودائما لابد أن تتخذوا الحذر واطلبوا العلم مهما كلفكم ذلك مما يجعلكم تصلون، حتى لو كلفكم ذلك ما لا يطيقه البشر. أنا كده شرحت بعد ما جبت العاطفة، وبذلك يكون الشاعر قد مزج بين العاطفة والأفكار، لأن الشاعر الجيد هو من يفكر بقلبه ويشعر بعقله. طبعا برضو خدت الدرجة كاملة. طيب بما يوحي النداء في قوله أي شباب النيل، هو بيقول أي شباب النيل، ده أسلوب إنشائي نوعي، نداء الغرض منه إيه هنا المفترض؟ إن أنا أقول الحث والتنبيه. طب ويوحي بإيه؟ بشدة حب الشعر لشباب مصر. نعم. هو حريص على أنه ينبههم ويحثهم على العمل من أجل أن يرقوا إلى أعلى المناصب. كمان إن هو اختار أداة النداء أي، ما قالش للقريب طبعا. لأن أي أداة نداء للقريب مما يدل على أن شباب النيل يعني هو يحب شباب النيل. تمام. من قلب الشعر. طب يا دكتور لو إحنا مشينا بنفس طريقة عرض الامتحان، وجي اكيد بيسالني في صوره جماليه، ما مش هيجي يقول لي استخرج صوره جماليه، انما هيجي يقول لي مثلا ما الصوره الجماليه في كذا. تمام. طيب هنا لو جه قال لي يطرح الاحجام مثلا، يطرح الاحجام او اسباب العلا. ما الصوره الجماليه في يطرح الاحجام بالضبط؟ يطرح يعني يترك. يترك او يلقي. ماشي. تمام. طيب هي لما اقول كده يعني الصوره ايه هي اصلا؟ طب. تشبيه استعاره كنايه مجاز مرسل. تمام. تشبيه استعاره كنايه مجاز مرسل. لما اجي ليطرح الاحجام ما اقدرش اقول عليها تشبيه، مفيش مشبه ومشبه به. طب لما اجي اقول كنايه يعني ما ادتنيش المعنى الغامض للكنايه شويه. ما فيش صوره يعني ما فيش يعني ما فيش تشبيه او استعاره. لما ما يكونش في تشبيه او استعاره او مجاز اقدر اقول كنايه. طيب. انما انا هنا حضرتك علمتني حاجه جميله قوي يا دكتور بصراحه. فضل. يعني دايما كان دكتور رضا يقول ايه، الاستعارة أو التشبيه هي حاجة منطقيا ما بتحصلش، يعني هي حاجة منطقيا ما بتحصلش. أنا سمعها كلمة سمعت يعني تعلمتها من دكتور ده. يعني إيه كلمة منطقيا ما بتحصلش؟ يعني حاجة أنت يعني هو ممكن حد يترك الإحجام يسيب الإحجام كده؟ لا، دي حاجة منطقيا مش هتحصل. طيب أنا هتخيل هو شبه إيه بإيه؟ هو شبه الإحجام بشيء مادي يطرح، شبه الإحجام بشيء مادي يطرح. طيب شبه الإحجام موجودة؟ موجودة. طب الشيء المادي موجودة؟ لا مش موجودة. يبقى الإحجام موجودة، الشيء المادي مش موجودة، يبقى دي اسمها استعارة مكنية. لو الاثنين موجودين تشبيه، لو في أداة شبه كاف كأن مثل تشبيه، إنما المشبه موجود والمشبه به مش موجود، يبقى اسمها استعارة مكنية. تمام. طيب دكتور، وبين سر الجمال وبما توحي، أو بين القيمة الفنية، تعمل ايه؟ وبعض الطلبه بيتلخبطوا فيها الحقيقه. يعني احنا بنقول طبعا لما يجي يقول لي استعاره مكنيه شبه كذا بكذا، وسر جمالها ايه؟ التشخيص ام التقسيم ام التوضيح. جميل. يعني حاجه من الثلاثه، اما ان يكون التشخيص اذا كان المشبه به المحذوف انسان. تمام. لما اقول الالم يتكلم، استعاره مكنيه شبه الالم بانسان، يبقى دي التشخيص. تمام. طيب التقسيم، لو انا بشبه المعنوي بمادي. جميل. يعني لما اقول مثلا ايه يشرب المر، شبه المر بشيء مادي يشرب.
تمام. يبقى التجسيم. طب التوضيح، لو انا بشبه مادي بمادي او معنوي بمعنوي، جميل، يبقى انا التوضيح. نعم تمام. طيب توحي بايه يا دكتور؟ كلمه توحي مني قوي دي. انا اقول للطالب شوف معنى البيت ايه. لما اقول لك يطرح الاحجام استعاره مكنيه شبه الاحجام بشيء مادي، اهو كده اصبح التشخيص التجسيم، عفوا سري جمال التجسيم. طب توحي بايه؟ لما اقول توحي مثلا انا بالهمه والنشاط، تمام، بحب التطلع للاعلى. انت جبتها منين؟ من معنى البيت اللي انت فهمته. اللي انت فهمته من البيت، فقلت يا توحي بايه بمعنى ايه؟ دي القيمه الفنيه لها. طلاب الاعزاء، ما زال لدينا الكثير، ولكن نخرج الى فاصل قصير ثم نعود اليه. اهلا بكم من جديد الطلاب الاعزاء. نستكمل ما بداناه في ابيات بلاغه. هو ينقص لنا سؤال واحد، بيقول لي ما القيمه الفنيه للخبر في البيت الثاني؟ ما القيمه الفنيه للخبر؟ يعني الاسلوب الخبري. فكان الابيات بتقول ان من يعشق اسباب العلا يطرح الاحجام عنه والحذر. طيب ما القيمه الفنيه للاسلوب الخبري يا دكتور في البيت؟ دايما بقول كده للتقرير والتوكيد ليوضح الشعر واقول معنى البيت ايه. اللي يهمني بقى عشان ما حدش يقصد، في بعض المدرسين والكل طبعا فوق دماغنا يقولوا للطالب لو اي حاجه عن اسلوب الخبر اكتب للتقرير والتوكيد وخلاص واسكت. لا نعم. والبعض يقول له اكتب للتقرير والتوكيد ليؤكد ان افكاره حقائق ثابته، لا ريب فيها. عايز اقول له كمل، عايز اقول له قول حاجه مهمه جدا مش دعوه بحقائق ثابته. يعني هنا بيقول له ايه؟ ان من يعشق اسباب العلا يطرح الاحجام عنه والحذر. يبقى خبر للتقرير والتوكيد ليوضح ان اسباب العلا لابد ان يتسم بالجراه وعدم الحذر. جميل. احنا خدنا المدرسه، مدرسه ابويا،